هناك طرقا أخرى لمساعدة الأوكرانيين أفضل من محاولة الانضمام لجبهة القتال. وقال: رغم أننا نتفهم مشاعر هؤلاء الذين يريدون أن يدافعون عن المظلومين في أوكرانيا، إلا أنه قال بأن وزارة الدفاع، وهنا خرج جنرال آخر يسمى جيمس سويفت، هذا قال أن أي موظف بوزارة الدفاع غير مسموح له بالسفر إلى أوكرانيا. طبعا بالنسبة للجنرالات الإنجليز ما يقدرش يتكلموا على شيء آخر، ما يقدرش يقول لك أي مواطن يتكلم على المجال تاع وزارة الدفاع، ما عندهمش حق تدخل في السياسة أو قول للمدنيين ما يفعلون وما لا يفعلون. هذا تقوله وزارة الداخلية، رئيس الوزراء، البوليس، هم اللي يقولوا الكلام الآخر. لكن هم تكلموا هنا على العسكريين اللي راهم مازال في الخدمة، قالوا محذروا إذا رحتوا راكم رايحين تدفعوا ثمن غالي يعني، ورانا سنطلب من البوليس توقيفكم. ما قالش البوليس، ما قالش العسكر ولا المخابرات العسكرية، لا، البوليس. البوليس هو اللي يحكم هنا في العسكر، هو اللي حاكم العسكر، هو اللي إذا كان العسكري عنده جريمة يتحاكم في محكمة مدنية بالمناسبة، ما عدا الجرائم العسكرية الخاصة، الخاصة يعني داخل ثكنات إلى آخره. وحتى داخل ثكنات، حتى داخل ثكنات التحقيق تاع البوليس، مش عارف برك الأحكام اسكتوا عندهم محاكم هذه تاع المارشل ولا أيضا أحكام مدنية، في اعتقادي أنها أحكام مدنية يعني. إذن وصدرت أيضا، خرجوا خبراء في القانون هنا وقالوا حذروا من ذلك، وحذروا من أن هذا قد يقحم بريطانيا بدون أن تكون تشعر في هذا الموضوع، وقالوا أيضا من أنهم على الناس أن يتذكروا ماذا فعلوا، ما القوانين التي طبقت على المسلمين خاصة، وكان بعض غير المسلمين الذين ذهبوا للقتال مع السوريين ضد الغزو لما دخلوا الإيرانيين وحزب الله، وكان اللي ذهبوا للقتال مع السوريين معارضة، وكان اللي ذهبوا خاصة مع الأكراد ضد الترك وضد النظام إلى آخره. يعني تعرفوا سوريا فيها كثير من الغلال، فكانت بالفعل يعني هنا سجنوا عدد لا بأس به، منعوا عدد لا بأس به من العودة إلى بريطانيا. كاين كثير من اللي سجنوهم، كاين كثير من اللي داروا لهم ضيقوا حياتهم نهائيا، منعوهم الانترنت. يعني نقدر نقول لكم باللي آلاف الأسر في بريطانيا اللي راحوا أولادها حاربوا في سوريا أو في العراق أو عاشوا وما زال بعض منهم يعيش حالة مرارة غير مسبوقة وتحت ضغوطات شديدة جدا، ومرات الأسرة كاملة دفعت الثمن، ومرات أدى هذا إلى انفصال الأزواج عن زوجاتهم، لأن الأب يلوم الأم، الأم تلوم الأب، الأسرة تحت الضغط، تحت الاعتقال، تحت البوليس جاهم راح إلى آخره، وتولي الجحيم فيتفارقوا يعني. لكن هذا الموضوع نتاع الآخر هذا مش سهل، خاصة إذا تذكرنا أن الأوروبيين اللي شاركوا في حرب أهلية أوروبية، يعني حرب بين الأوروبيين بقوة، ترجع إلى ما حدث في إسبانيا في عام 1936، عندما انقسم التيار اليساري والتيار اليميني. التيار اليميني فيما بعد خلاصة الفكرة باش ما نطولش عليكم، أصبح الجنرال فرانكو هو زعيم تيار اليميني وتيار اليميني متطرف، واليساريين كانوا هم مدعومين خاصة من طرف الشيوعيين ومن طرف اليسار في الغرب، بينما اليمينيين أصبحوا مدعومين من ألمانيا ومن إيطاليا. وأسرت حرب أهلية في إسبانيا، حرب مدمرة أدت إلى مقتل مئات الألاف من الإسبان. بالمناسبة خوتنا المغاربة شاركوا فيها، وشاركوا فيها بشراسة كبيرة جدا. يعني كان كثير من الدراسات تقول أن اللي حسم المعركة لصالح الفرانكو، لصالح بعدين معروفة بالفرانكوين، هما المغاربة، يعني تيار الفرانكو، يعني تيار الجنرال فرانكو هما المغاربة. لماذا؟ لأن طبعا المغاربة كانوا أنذاك تحت الاستعمار الإسباني والفرنسي، والجزء من الشمال كان إسبانيا هي اللي تتحكم فيه، وأقل من الشمال كانت فرنسا أساسا، يعني مع وجود بعض الأماكن ربما في الشمال لفرنسا أيضا، لكن الجزء الرئيسي من الشمال كان الإسبان. والإسبان تعرفوا أنهم خاضوا حرب إجرامية ضد ثورة الريف في الشمال اللي قاد عبد الكريم الخطابي رحمه الله، من أعظم عظماء المنطقة. و
هزم الجيشين عبد الكريم الخطابي، وكان الجيشين الفرنسي والإسباني قالوا آنذاك في مليون جندي. وبالفعل من حيث القتال التقليدي هزمهم ودار فيهم قتل بالآلاف. طبعا هما أيضا المقاتلين المقاومين أيضا دفعوا الثمن، لكن بعدين لما ما قدرولوش استعملوا السلاح الكيميائي، وبدا استخدام السلاح الكيميائي، ماتوا بعض من السلاح. وبعدين قالوا لهم سندمركم جميعا بالسلاح الكيميائي اذا ما سلمتوش انفسكم. وبالفعل استسلم عبد الكريم. هذا راني نختصر بشده، قضيه طويله جدا وحديث فيها بطولات وفيها اشياء كبيره يعني، لكن استسلم حتى لا يتم القضاء على شمال المغرب وسكان شمال المغرب بشكل خاص، اللي كانوا يخوضون هذه الثورة ضد الإسبان وضد المغاربة، ونفي إلى مصر، وأعتقد أنه مات هناك في مصر. يعني هو طبعا لما بدأت الثورة الجزائرية كان مازال حي، وكان كان كان يلتقي ثوار جزائريين، وكان عنده عمق كبير مع الثورة الجزائرية عبد الكريم الخطابي رحمه الله. المغاربة اللي استخدم ضدهم الإسبان في العشرينات السلاح الكيميائي، و وجدوها فرصة. يعني أولا لأنهم كانوا مفروض عليهم كان مفروض عليهم أن يوضعوا في الجيش، ما عندهم ما يقدروش، لكن البعض منهم وجدها أيضا فرصة أن ينتقم من الإسبان اللي ارتكبوا جرائم فظيعة جدا. والقوة الضاربة لفرانكو اللي أصبح الآن يقاتل إسبان آخرين، في البداية كانوا الإسبان يقاتلوا المغاربة مع الفرنساويين، ثم لما انقسموا الإسبان أصبح الجمهوريين والفرانكيست. جمهوريين يسار اساسا، والفرانكو بعدين داروا حتى ملكيه. في النهايه انتصر فرانكو، ودامت الحرب 3 سنوات وادت الى مقتل عدد هائل من الاسبان، لكن القوه الضاربه نتاعو كانت من المقاتلين المغاربه، اللي بعضهم كان مضطر وبعضهم لا، كان يريد ايضا ان ينتقم مما فعل فيهم الاسبان انذاك. قصة طويلة هذه أيضا، ولها فيها أشجان وأحزان وفيها بطولات وفيها أشياء كثيرة. إذن هذه كانت تقريبا هي أكبر حرب داخل بلد واحد في أوروبا، واللي ما بين 1936 و 1939. الآن الشيء اللي راه يجري ما بين روسيا وأوكرانيا، صحيح هو مش داخل بلد واحد، هو من بلدين، لكن الروس في العمق نتاعهم أن أوكرانيا تابعة عليهم، يعني أوكرانيا هذه لازم تكون تابعة عليهم. والآن الفيلق الدولي هذا اللي علنوا عليه في أوكرانيا يتشكل من غربيين، لكن أيضا كاين مقاتلين غربيين سيقاتلون مع بوتين. بعض المقاتلين الغربيين من اليمين المتطرف، بوتين هو رمز يقدسوه ويمجدوه تمجيد عظيم. ولذلك أنا قلت، كتبت في تغريدة قبل 3 أيام يمكن، أن من خصائص هذه الحرب أنها أيضا حرب أهلية في اليمين المتطرف، وهذا قد يخدم ضحايا اليمين المتطرف، وانتم عارفينهم المهاجرين عموما الناس اللي مش بيض، حتى لو كانوا يكونوا ولدوا في فرنسا او في بريطانيا او في المانيا يعتبرهم اجانب، يعني حتى لو كان يكون عنده جده العاشر على قول عربي والله لو كان تكون الكولونيل بن داود، يعني هذه المقوله تقريبا. ويكرهون المسلمين كراهيه شديده، يكرهون الاجانب اساسا والمسلمين عموما بشكل خاص. فهذا الخلاف وهذا الصراع داخل اليمين المتطرف الآن نقسمه، جزء كبير راح يروح مع الأوكران، وجزء راح يروح مع بوتين. لكن بوتين لا يتوقف هنا. اليوم في أخبار مؤكدة أكدتها عدة جهات من أن تم نقل مئات من المقاتلين السوريين اللي تابعين للنظام السوري، اللي بالمناسبة الآن يقول أنه يدعم سوريا. طبعا هو مجرد موظف صغير عند الكريملين، يعني في دمشق، هو مكان اللي بات فيه ما يضمنوش يعني، والحراسة الروسية أصلا عليه، فيقول بأنه يدعم بوتين إلى آخر. نقل مئات من المقاتلين السوريين اللي خاضوا حروب المدن في 10 سنوات الماضية، وعندهم تجربة كبيرة أكثر من الجيش الروسي حتى، لأن الروس ما كانوش يأخذوا الحروب في الشوارع في الطرقات، كانوا فقط في السماء. We'll be right back.